بنشخص ازاي بقى؟ يعني دلوقتي حضرتك قلت لي ان في درجات لضعف السمع. بالظبط. حضرتك الاطفال اللي هم مش متعونين بنعمل لهم حاجه اسمها قياس سمع بالكمبيوتر، والقياس ده بيبقى تقريبا بندي الطفل نوع من المهدئ، بنقدر نقيس اذا كان الطفل ده عنده ضعف سمع. بالاخص نوعين ضعف سمع عندنا، ضعف سمع عصبي حسي، يعني العصب هو اللي فيه المشكله، او الاذن الداخليه اللي فيها المشكله، او ضعف سمع توصيلي اللي هي الاذن الخارجيه والاذن الوسطى، الصوت مش واصل الى العصب، كان حاطط ايدي على ودني كده، صوت مش واصلني. فالجزئيه الاهم هي الجزء الضعف السمع العصبي الحسي، لان هو ده اللي غالبا ما فيش ادويه كتير ممكن تديها له، وغالبا محتاج تدخلات جراحيه او سماعات الطبيه اللي ممكن احد يسمع بيها. الجزء الثاني اللي هو يمكن هنلاقيه في الاطفال الاكبر سنا، اللي هم الطفل اللي عدى الاختبار وتاكدنا ان هو كويس وبدا يكون لغه، وبعدين جاي يكشف مثلا عند دكتور الاطفال او عند دكتور الانف واذن ولا حاجه اخرى، فالام تقول لك ده الولد بيطنش، هو الولد مش سامع. لانه عشان مش سامع فبيتهيألي الام والاب انه بيطنش. يعني ده ممكن يتطور، يعني يتطور ضعف السمع على بالسن والعيال بتكبر؟ لا، في السن بقى الاكبر ده بتبقى السبب حاجه ثانيه، بيبقى التهابات الاذن الوسطى نتيجه مشاكل في الجهاز التنفسي العلوي، اللوز واللحميه والحساسيه والالتهابات الموسميه وما الى هذا، تؤثر سلبا على الاذن الوسطى بحاجه مهمه قوي اسمها ارتشاح خلف طبقه الاذن، ودول كانت في الاستادي اللي اتعمل دول بيمثلوا في الاطفال حوالي 22%، ده نسبه عاليه. عشان كده في بلاد بتعمل ايه؟ لازم الطفل قبل ما يخش المدرسه يعمل اختبار سمعي. احنا عندنا في مصر من الاساسيات بيعمل اختبار نظر قبل دخول المدرسه. صح، ما عندناش اجباري ان احنا نعمل اختبار سمع. وطالبنا الحقيقه زي ما طالبنا قبل كده بالاختبار السمع عند الولاده، طالبنا وبنطالب ومن خلال برنامج حضرتك يا ريت ان احنا نعمل اجباريا الطفل قبل دخول المدرسه يبقى عنده ضعف، يعمل له قياس سمع.